فعلى كل حال، قال تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ما أجمل هذا التعبير، وما أصدقه وأدقه أيضا. فإن فيه معاني، فيه معاني عظيمة. أولا فيه ستر العورة، وأن الرجل يستر عورة المرأة والمرأة تستر عورته، وهذا من جهة. والأمر الثاني القرب والتلاصق الجسدي الذي يتبعه العلاقة الحميمة التي تكون بين الزوجين، وهذا الحمد لله مما أباحه الله تبارك وتعالى. أيضا الأمر الثالث، وقد ذكره بعض المفسرين، أن المرأة تحس يعني الانتماء إلى الرجل وحاجتها إليه، والرجل أيضا مع قوته ومع يعني أنفته، إلا أنه محتاج أيضا لما يكمله. وصدق الله جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. لا بد هناك من التكامل كما يقول بعضهم، يعني والله جل وعلا قال: وما خلق الذكر والأنثى. هناك شيء يسمى الآن في الحياة التكامل، التكامل ذكر وأنثى، حتى يعني حتى في الحيوانات، في الطير، في السباع، في كل شيء، حتى في النباتات. لكن على كل حال العلاقة في بني آدم علاقة راقية وشريفة، الله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم. فعلى كل حال هذا تصوير كما قلت عظيم وبديع في يعني الحفظ والرعاية، أيضا كل منهما يرعى الآخر ويحفظه، وفيه أيضا أنهما يتلاصقان ويتقاربان فيما أباحه الله تبارك وتعالى.